يقع حي الهادي بين كل من منطقة الجحملية جنوباً ومنطقة ثعبات شمالاً، يمتاز بموقعه الاستراتيجي المطل على سائلة القمط من الشرق، يقابله غرباً أحياء المجلية والدمغة والجمهوري وبعض الأحياء في وسط المدينة. اتخذت الميليشيا الحي منذ أول يوم ولجت إليه مربعاً أمنياً خاصاً بها، أعقبت ذلك بسلسلة من الانتهاكات والممارسات التعسفية بحق الأفراد والأسر التي تشك بولائها. ملاحقة الشباب والنشطاء وأئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم واختطافهم كانت بداية مسلسل الانتهاكات. أسامة واحد منهم وأول المختطفين. بدوا المتحوثين في الحارة تحت كرم عبد الغني والشي اللي لحقه، بدوا يلاحقونا، يعني ملاحقة المدرسين اللي يدرسوا الشباب. واللي ذات يوم طلعوا جماعة لهنا المسجد، تمام، جماعة الدعوة يعني من شان يوعظوا الناس، طلعوا المسلحين حقهم، عملوا متارس، الشيوخ خرجوهم من المسجد بالقوة بالصميش، عملوا متارس. وهذا احنا قمنا الشباب الحارة قلنا لهم يعني ممنوع. اليوم الثاني تفاجأتوا ان المتحوثين بلغوا مدير الامن، تمام، ان انا من الخلايا النائمة وان انا متهم باغتيالات وان انا اتهامات كله باطلة. على طول طلع طاقم ادارة الامن بهيلوكس مع مسلحين حاصروا المسجد. انا عدنا اصلي سنة في الظهر، صلوا يعني شلوني عدنا ما قمتش السنة، كان بينهم محمد علي طاهر عاقل عقال الجحملية، شلوني لقسم الجحملية تحت تحقيق اول يوم، ما يعني من أنت، من فلان فلان، من تعرفه، أدوا لي أسماء وهمية تبعهم تبع المتحوثين. بعدين حولوني على طول إدارة الأمن، إدارة الأمن جلسوا 4 أيام. بعدين حولوني بحث الجنائي، جلسوا ببحث الجنائي 10 أيام، بالبحث الجنائي كذلك تحقيق، دخلوني بالناس يعني مجرمين، بالناس سكارى، بالناس المهم جلسونا وهم عشنا 10 أيام، ما بين ملاحقة، ما بين ضرب، ما بين تعذيب لا يصور. غرفة متر في متر، تمام، صغيرة جدا، طاقة معك فقط، تخرج يوم فقط، عزك الله تخرج للحمام فقط وأنت مغمض العينين. كانوا أي واحد يمسكون من أصحاب المقاومة أو من المنطقة يعني من الاتجاهات السياسية الأخرى يأخذوهم وحبسوهم داخل بيت الدقاقة. يتهمك بحاجة ما ليش؟ قد أقتحلف له بالله العظيم بالمصحف، أنا حافظ القرآن الكريم، أقول لهم بالقرآن أن أنا ما عملت أي حاجة، وإذا معكم أي إثبات أنا مستعد أن الرقبة هذه تطير إذا قتلتوا ولا عملتوا أي حاجة. لكنهم ناس مجرمين لا يخافون الله عز وجل، والله تعالى سوف ينتقم منهم بإذن الله. لولا أن الله عز وجل يعني تدخل وأخرجنا منهم ولا الفاتن إلى الآن محبوس. أنا أعتقد أن أقل شيء إلى الآن لن أخرج من تلك الأيام. أمي طبعا كانت واصل تبكي للأمانة، خاصة لما احتبستوا واصل كانت تبكي، مش أنساش الابتسامة تلك لما روحتوا طول عمري نهائيا. الابتسامة هذه يعني كانت يعني رسمة في قلبي والله. هنا تحت بقايا هذا المنزل المتهالك والأنقاض المتناثرة يتلخص المفهوم الشامل للمشروع الذي من أجله قدمت ميليشيا صالح والحوثي إلى هذا الحي بشكل خاص ومدينة تعز بشكل عام. أنور هو الابن الأكبر لعائلة كانت تقطن هذا المنزل، وهو الهدف الرئيس للميليشيا الذي من أجله باشرت بعملية الانتقام. قصة أنور بحسب روايته بدأت بالاختطاف دون مقدمات أو سابق إنذار، في لحظة كان وأسرته يستعدون للفرح بزفاف ابنته. وأنا نازل قولة القصر بجهز عروس للبنت حقي، وقهني واحد يعني يقول لي أنت مطلوب لأكرم القلد. إيش طيب إيش التهمتي؟ قال روح لهناك وأنت بتشوف التهم حقك. أخذوني بعدين لعند أكرم القلد منطقة القحملية. أنا سئلته طبعا إيش التهمتي، يعني ليش تسجني، إيش اللي عملته لك؟ يقول لي أنت مسجون من فوق، يعني أنت مسجون بأوامر من القيادة من صنعاء. طيب إيش التهمة حقي؟ قال أنت عارف بتهمك، طيب قل لي واحدة من التهم حقي. قال أنت توثق فيديوهات للمقاومة، ترسل لهم مواقع
طيب دي واحد فيديو بس يثبت بتهمتي بس. أنا وهم في نفس المنطقة يعني متجاورين ساكنين، نخزن سواء، نخرج سواء، إلا أنه بلحظة واحدة نسوا كل شيء يعني وأخذوني للسجن. السجن كان لا يوجد فيه بو حمام. طبعا جلست شهرين ونص بدون حمام، طبعا بدون حمام البول والبراز كان هنا جنبنا. طبعا حياة لا تطاق يعني. بعدين نقلونا لسجن ثاني، محل ثاني. بعدين جلسوا ينقلونا لمحل ثالث، يعني كل مرة ينقلونا لمحل دكان ثاني. كان عندما أتوا كانوا اللي يطلبونا أو يشتوا يخرجونا أو ذا كانوا يحولونا لمكان ثاني، يعني قطوا على عيوننا ونزلونا لمكان يخبونا، يسمونه ضغاطة تحت الأرض عشان ما حد يجي يكتشفنا ولا يشوفنا. بقيتوا بعد تقريبا 9 شهور داخل السجن. كان يقع تهديد بالسلاح، خرجوني كانوا بالليل وهددوني بالسلاح يعني بالقتل أكثر من مرة، لأنه كانت تهم ثابتة خلاص عليها. يعني أنت متهم بكذا كذا، خلاص أكرم الجنيد مع قابلك تهم ما تخرج إلا بأمر أكرم الجنيد. كان أكثر من 15 تهم، إننا أحمل سلاح، وإننا أحمل معدل، وإننا قنص، وإننا أمنع العلاقات على المنطقة، وإننا يعني أكثر من تهمة. ما كاد أنور يكمل شهره الرابع في السجن حتى سعت ميليشيا الانقلاب إلى تبني خطة أخرى لتوسيع دائرة الانتقام منه ومن أسرته، خطة كان عنوانها هذا المنزل الكبير. هجرت أسرته قسرا بقوة السلاح، وأعقبت ذلك عملية سطو للأثاث والممتلكات، ومن ثم تفخيخ المنزل بالعبوات الناسفة وتفجيره لتحيله إلى هذا المشهد. البيت حقيقي طبعا هنا بيتي وبيت أبي وتخيك إن إحنا الكل يعني عفشنا كان كله داخل البيت. طبعا بالأول هم قالوا لأصحاب الحارة إنهم أخذوا ملعبش مدري إيش، والباقي فجروا تحت الفوق، يعني الباقي أكثره هنا مدفون عفش وأثاث البيت كله، يعني خرجنا بثيابنا بس. يصف أنور لحظة سماعه بالحادثة بالقصة الطريفة التي تحولت بعد ذلك إلى صدمة لم يتمالك نفسه على إثرها. وقال لي قصة طريفة طبعا داخل السجن، واحد اسمه علي شبيل هنا ساكن هنا قريب مننا أي منطقة هنا. طبعا هذا سجنه وصل لعندنا الساعة 2:30 بعد نصف الليل، أخذوا لنا من البيت حقه هنا. اليوم الثاني طبعا هو يقول لهم، يطلب منهم يقول لهم جيبوا لي طيبة خلاص اخرجوا لي حق الكرت حق الراتب واشتري حق السلع الجنبية. اليوم الثاني طبعا يقول له واحد من اللي هناك جالسين من المتحوثين، يقول له قد بيتك فجروها قد نزلوها. طبعا الرجل خلاص مع انه مصاب بالسكر قالوا هبوط كده دوخ يعني، وبعدين قال لها ماسك بو خلاص عم يهدى ومدري ايش، حاولنا نهدوه ونرش له ماء وجلسته جنبي. فاقول له خلاص يا عم علي ما اهدى ما فيش حاجه، الذوق انا اشوف هذا بيتي يتفجر. طبعا وانا ما عنديش علم ان بيتي يتفجر نهائيا، ولا بس انا الشيء اسلي على انا امي علي عشان اهدئه بس. اقول له يا عم علي خلاص هذيك بيتي يتفجر وهذا وانا وهذا وانا في بي شيء والامور سابره. قال لي ليش هنا بيتك؟ قلت له هناك فوق علي من بيتك ولا. قال لي ها قد وصلنا للحجر اللي عندي. طبعا انا ما توقعتش ان البيت حقي يتفجر، بس انا اشتي هدؤه يعني قال اهوال. قال ها والله ما ادري ايش وصل الحجر للبيت اللي عندي. بقيت اقول ممكن بيتي ممكن بيت واحد ثاني ممكن ما. وبعدين في واحد من هنا من الحاره معهم متحوث مع المتحوثين اللي اساله اليوم الثاني ثالث، اقول له ها ايش وضع البيت حقنا؟ يقول لي بيتكم نزلوها بيتكم بيت الدكتور فيصل. من صدق؟ قال لي من صدق.
طبعا انا لقيته بعد عندي زعلته كذا وبديته بكيت وهذا، قالوا لي اصحابي كيف عادك تهدي صاحبنا وانا رجعت انت مره ثانيه تقول لي. بعد 9 أشهر كامله قضاها في سجن الميليشيا، خرج انور اثر اندحار الميليشيا من حي الهادي ومنطقه الجحمليه. قبل دخول المقاومه بيومين كانوا طبعا يدخلوا عندنا كل ساعه يفتشونا، كان في تهديد انهم بيحولونا او بيقتلونا، يعني يهددوا بيحولونا لصنعاء يحاكمونا او بيقتلونا. كان في بعضهم يقول لك انت هذول بنقتلهم، نحن في سوقنا مخصصين لهم، يعني مخصصين تقريبا 3 أو 4، كان تهمنا ثابته ما تغيرش. حولونا من سجن لسجن، طبعا ما كلهم كانوا، في بعضهم يخرجوا من قمنا الا احنا الثلاثة هذول كانوا متمسكين في بناء سجناء خاصين، يعني يعتبروا انهم ما بيخرجوش، يا اما بيقتلوا يا اما بيحولوا لصنعاء. خرج انور على تفاصيل واقع تغيرت فيه كل معالم محيطه الاسري، افراد عائلته مشرده في اماكن عده ومنزل صار ركاما. ما كنتش متخيل ان هي كده بتكون بهذا الشكل، يعني مفكر بشكل كامل، كنت على الاقل بتكون جزء مني، بتكون قليل، بتكون مفكر جهه غربيه جهه، لدرجة حتى انهم فجروا يعني ابعدوا المتفجرات من جنب بيوتهم، يعني ما خلوناش قريب من بيوتهم عشان ما تاثرش بيوتهم. فكروا البيت كامل يعني زي ما تشوف. طبعا انا بعد هذاك طبعا زوجتي اصيبت بالضغط، عندي الضغط الان طبعا نتيجة البيت والسجن، مشاكل نفسية يعني الحمد لله بس عديناها. يعني أدهم ضحية أخرى من ضحايا ميليشيا صالح والحوثي في حي الهادي، يعيش اليوم بنصف جسد بعد معايشته تفاصيل حكايتين مختلفتين. الأولى كما يرويها بدأت بتهم كيدية وجهتها الميليشيا له ولشقيقه الأكبر ووالدهم، فجعلتهم رهائن لديها. مسلحين قالوا الباب دقوا خرجنا نبصر من اليدو مع خلونا عشان ندخل ولا حاجة، شلونا من عند الباب احنا بالأداة الداخلية، قالوا نزول قاوي بالأكرم القنيد، نزلنا مع قاوبنا مع حتى معي الفتوش على الناس حتى يهدروا معهم ولا شيء، على طول دخلوا. جلسنا هناك في دكان حق الدقاق هذا، جلسنا يمكن أسبوع أو أسبوعين لا ما ولا أي حاجة داخل، وبعدها رجعونا قفزونا للاسمه للمخبز الآلي. المخبز الآلي من هناك يوم العيد، لا يوم عيد عرفة، من عيد عرفة بعدها قفزونا للاسمه لحق قسم الجند. هذا هناك جلسوا يحققوا معنا ايش اللي عملت، قالوا ان احنا اتهمنا بتهمة ان احنا فجرنا بيت السيد هذا جارنا. بعد ايام من الاختطاف افرجت على والده وشقيقه، فيما ظل ادهم رهن الاختطاف متنقلا في اكثر من سجن من سجون الميليشيا في مدينة تعز، اخرها كان معتقل الصالح شرقي المدينة. طرحوا لنا كبش الفداء، لأنه هناك كان واحد من هناك قال له هذا إمام مسجد، هذا يصلي بالناس، هذا مدربه، ولهذا تشبثوا بنا مسكونا زيادة حبسونا، ما كانوا حتى يخرجونك إلا بالصباح والمساء، تدخل الحمام فقط لا غير، غيره ما تدخل، ما تخرجش ولا تشم هواء ولا حاجة، يعني تعمل تقضي حاجتك هناك داخل بالطرف حق السجن هذا. من بعد جلسنا أسبوعين هناك، بعد خرجونا من هناك غموا على عيوننا دخلونا للصالح
ما ابو معك شلونه من كل حاجه، يفتشونك من كل شيء، يخلونك بقلق، يعني ما تقدرش تجلس براحتك ولا يعني منتظر متى عيش لك ينقلك مكان ثاني، لانه قد حصل لي ناس كثيره كذا وشلوهم لهناك بعد طلعهم يا صنعاء يا صعدة. لا يوم جاءوا شلونا كذا ونزلونا مغمين العيون فوق السيارة، خرجونا إلى مكان الله أعلم أين هذا المكان، يعني قزعوك بالسيارة، يعني كانوا يطلعونا يا صعدة يا صنعاء، إحنا وأربعة، اثنين من حق أصحاب الدعوة، واحد قبيلي، بعد يغموا على عيونك وطرحوا كذا بوسط السيارة سلاح، يبصروا كيف ايش يكون ردة فعلك ولا شيء. بعد أسبوعين من خروج أدهم من سجون الميليشيا كانت حكايته الثانية. قللت من فرحة عودته رصاصة قناص اخترقت صدره لتستقر في عموده الفقري، مسببة له شللا نصفيا وإعاقة ستلازمه طوال حياته. بعد ما خرجنا من الصالح بأسبوعين كذا أو ثلاثة أسابيع، يعني خرجونا من هنا ونصلنا من الجهة الثانية، وإحنا ماشيين الطريق من هنا راجعين من عند جارنا الدين اللقمة، وراجعين لوصل البيت بعد صلاة الظهر كذا، ما دريت إلا بالقنصة تدخل من تحت القلب تخرج من العمود الفقرة الثانية القطنية والطرح الأرض، بطلين هذين ما عاد تحركينش فلتة، جلست ثلاث أيام أو أربع أيام لا ما بدوش يعملوا العملية هذه العملية الأولى تصليح هذا المقطع هنا داخل البطن هذا، العملية الثانية حق الظهر، بعد ثلاث أيام أو أربع أيام لا ما وقف خروج السائل من داخل العمود، لأنه ما وقف عملوا لي العملية، ما كنتوش طبعا حركان ولا أنا داري بهن، بعد ما عملوا العمليات جيت بصر ما أبوش حركة ولا أبوش ولا إحساس ولا شيء. هذيك الأيام كان الألم عدو بدايته، يعني تحسوا إنه يدخل لداخل الدماغ عقلك، ما تقدر لا ترقد ولا تقدر تعمل شيء. خمس أيام أجلس بلا نوم، أجلس خمس أيام بلا نوم، بعدها أرقد لي كذا خمس دقائق أو عشر أو ساعة بعض الأحيان، لأن ما بدينا نتعود على الوجع هذا، عندنا قد الموت إن شاء الله، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، عادوا كاتب لنا في هالحياة إن شاء الله، خلاص انتهى انتهى، لا عاد قادر تعمل شيء ولا حتى تتحرك لا داخل ولا خارج إلا بمساعدة إخواني ولا أصحابي فقط، أما غير كذا ما تقدرش. استطاعت ميليشيا الانقلاب من خلال أساليبها وانتهاكاتها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء خلق واقع مضطرب على الصعيد المجتمعي والأسري والأفراد، واقع مملوء بالآثار النفسية والجسدية. الوالدة من أول عمره وهي تشقي وآخرته لما صلح البيت هذا وجلسها جمع سنوات موقرة تجيب لي قد أنا أقول لها 25,000 يعني بالمصاريف حق البيت وهي داخل خلاص مقعد عمري قد 65 تعب عليه كثير جدا، كم باع ذهب وكم حتى باع أرض قود عمر البيت هذه ما معش حاجة، جاهدوا وعملوا وطول العمر هم يشقوا، هو الوالد هو الوالد طبعا الوالد كان أسطى لا داخل البيت هذه آخرتي شوف كيف، الله كريم الحمد لله على كل حال. ابن عمي ماجد كان ما زال عريس تقريبا ثالث يوم من العرس، يعني بدأت دخلوا المنطقة وقنيص على طول، ما أدريت وش أنا لما وقع قذيفة وشلت أخي ما كنتش داري إلا لما خرجت هذاك اليوم أبي أجالي لهنا قال لي أخوك أحمد قذيفة صدمة، يعني داخل السجن لا تدري بشيء ولا تعلم بأي واحد، لا يخلونك تتواصل أنت وهلاك ولا حاجة، من اللي خرجونهم عذبوهم، يعني كانوا
يقرعوا لهم الشعر، يأكلوا لهم شعرهم، يجلسوا يرموا بالسلاح من فوق رؤوسهم، أكثر من واحد. الدم عندهم لا يساوي أي شيء، كرامة الإنسان مهانة عندهم للأمانة يعني من تجربة. لم تقف فاتورة حرب الميليشيا حتى اليوم في حي الهادي، فخطرها لا يزال قائما بسيطرتها على التلال والمواقع الاستراتيجية المواجهة له كغيره من الأحياء شرقي مدينة تعز. والله ما زال أيضا خطير الآن، ما هوش نقدو، لأنه الآن بين الوقت والآخر يعني يضربوا، يعملوا قذائف، يضربوا قذائف، يرسلوا قذائفهم إلى البيوت، وكثير من الناس كان يعني نازح في محافظة إب أو في محافظة أخرى، عندما عاد وصلت قذيفة وأخذت أكثر كثير من الناس من النازحين الذي العائدين، يعني كان نازح ورجع، وأول ما رجع جاءت قذيفة وأخذت واحد من الأسرة. مشروعهم مشروع التدمير وتخريب وقتل فقط لا غير، ما جاءوش يعمروا بلاد ولا يصلحوا شيء ولا لا، كله تدمير، زراعة ألغام من قنص وقاتل وكل شيء، هذا عملهم دائما، لأن على عقيدتهم يقول لك هم المؤمنون وإحنا الكافرين، يحل دمك ومالك وعرضك وأرضك.